الاشاعه دي بتقول ان حضرتك كنت بتستلطفي او في قصه حب بينك وبين اعلامي كبير. هذا الاعلامي الكبير ما حصلش بينكم ارتباط او جواز، فبعدها ما نعرفش بقى ايه الموقف، ولكنك ارتبطتي باعلامي اخر في فتره قصيره جدا مباشره ردا على عدم ارتباطك بهذا الاعلامي. انا مش هقول الاسماء لا اذا حضرتك تسمح تسمح لنا نقول، لان الكاتب الكبير ده كان وصيته ما اقولش اسمه افندم. كان عامل وصيته انه ما اقولش اسمه. لا انا مش بتكلم على الكاتب. انا بتكلم على اعلامي. اعلامي يظهر يعني في التلفزيون او في الاذاعه مذيع. يعني ممكن حضرتك اقول عنه؟ لا يعني حضرتك تعتقدي ان الموقف اللي عملتيه ده صح؟ انك انا عندي كده يعني في حياتي، مثلا لو عملتي لي حاجه مش اجي لا اجاب ولا اقول لك انت عملتي او ما عملتش، او اعمل حاجه يعني تفرسك. ايوه ده اللي انا عايزه اقوله بس حضرتك. وكده عشت حياتي يعني احب افرس يعني مش هقعد اضيع وقت بالكلام مش كلام، خلاص اديني بفرسه خلاص. يعني ممكن تنتقمي في لحظه تاخدي حقك. اخد طاري. ساعة صفا في تاني منشط بيقول انا لست قدوه حسنه او طيبه للزوجه العاديه. حضرتك قلتي كده ليه؟ قلت طبعا حضرتك لأن مش الزوجه العاديه الناس ما بتعذرهاش يعني لازم تعيش لبيتها لاولادها، انما الفنان من كتر ما الناس بتحبه بتغفر له اخطائه يعني. فطبعا البيت والعيله كل حاجه بتروح الا العيله بتفضل في الاخر، فالعيله اهم حاجه في الدنيا. يعني حضرتك بتطبقي ده او بتقوليه علشان حضرتك ارتبطتي باكثر من شخصيه يعني كزواج؟ طب ما هو ده النصيب نقول. ده نصيب طبعا. وكان عندي يعني في كتير ناس مرتبطين بكذا بس حضرتك بس انا اكتر حاجه بس حضرتك رافضه انك تكوني قدوه يعني. حضرتك رافضه انك تكوني قدوه يعني هو المفروض الواحد يكون قدوه بس مش عايزه اكون قدوه بين اتجوزت عده مرات. لا ما تحبيش تكوني قدوه؟ لا ما احبش اكون قدوه في مدرستي الغنائيه، في طريقه تعاملي مع الناس يعني حاجات كده. طب يعني لو عاد الزمن بفنانتنا كبيره سبح، هتتصرفي يعني مع كل واحد في منطقه الجواز تتصرفي تاني ازاي؟ لو قلنا تعيد ترتيب اوراقها تتصرفي ازاي؟ يعني كمان هتصرف زي الماضي. نفس الحكايه يعني انا ما بطيقش مثلا حتى اي حد جنبي مش ضروري يكون مثلا متجوزه منه او حاجه، يكون كذاب، يكون غيار، يكون حقود، يكون وصولي، ما بقدرش ما بطيقش. يعني لما اشوف حد كده معايا تاكدي دلوقتي قد ايه كويس معايا فادي لبنان. لكن لو يبتدي يغلط خلاص ما اعرفوش افرسه. ده تحذير بقى من خلال ساعة صفا. ساعة صفا سابوحة جميلة. نعود الى يعني مرة ثانية للجمهور والفاكسات. اوكي نشوف الفاكس اللي جاي رقم 3. الفنانة الجميلة أشكرك جدا. لقد أعلنت منذ فترة أن هناك لقاء سيتم بين حضرتك وبين الأستاذ أنيس منصور. فعلا أنا قلت كده وإن شاء الله هتشوفه ولم يحدث حتى الآن. وأين حلقة النجمة ليلى علوي؟ أنا عندي وعد إن شاء الله. ولقد علمنا أنك في حلقة اليوم سيكون معك الأسطورة صباح التي نعشقها هنا في مصر عشقا شديدا. ولقد اعجبني لها منشط في احدى الصحف تقول انا صناعه مصريه 100%. وبودي ان اسالها عن لقائها اول مره مع الفنان الراحل فريد الاطرش، وهل حقا انه قابلها وهي تبكي لسقوطها في امتحان الاذاعه اللبنانيه؟ وهل حقيقي ان اول حب في حياه الصبوحه كان للكاتب الصحفي الكبير موسى صبري؟ خالص تحياتي وتقديري جورج ادوارد سعد القاهرة. انا لازم اكون امينة في نقل الفاكسات. يا حياتي طبعا مصر
اكيد لازم اقول كده، لان مصر في دمي وهي اللي عملتني وهي ام الدنيا. الله يخليك. مصر حبيبه قلبي، وكل فنانين مصر مثل زي اهلي واكتر. فدي طبعا مش عايزه كلام. انما بالنسبه لحبي لاستاذ موسى صبري، فطبعا ده كان اول حب كبير في حياتي. يا سلام. ده حبيت مظبوط، مش عشت قصه حب، ده حب مظبوط كان بيني وبينه. وبعدين مش عارفه، ما فيش حاجه بتدوم. اتفرقنا. وانتهت الحكايه. بس ولكن بعد كده قرانا كده في بعض الصحف يعني الخبيثه، ان بعد فتره وعودتك مره تانية لمصر حصل لقاء مره اخرى مع الاستاذ موسى صبري، وكادت ان قصه الحب يعني تعود مره اخرى وبشده. هل هذا صحيح؟ ما فيش حاجه بترجع. ما فيش حاجه بترجع. حب بنسي حب. يعني طبعا لما بس حب صباح اصيل ما بيروحش عشان يروح ويرجع. بس طبعا كان له احترام عندي مهم جدا. واولاده كمان. كانوا اولاد مهمين وكويسين. وكمان ما حبيتش اني انا اضايقهم، لكن كانوا يحبوا والدتهم قوي قوي. ايوه.